معنا الاتصال بالأب شربي الباتور، رئيس مدرسة سيد الجمهور. مساء الخير. مساء الخير ست داليا، ومساء الخير لضيوفك. حضرة الأب، يعني جاي حضرتك بجمهورية من التحيات، الجمهورية اللبنانية كلها بتوصل لك تحياتها اليوم عبر ضروري نحكي، يعني ما رح سميهم، خصوصا للأساتذة والمعلمات والمعلمين وتلاميذك القدامى، كمان كلهم بيوصلوا لك كل التحية. أنا بشكرهم وبشكرك، ميرسي. أبونا هلا الأهل منهم قادرين يسحبوا أموالهم، أشغالهم متوقفة، قد إيه نسبة الالتزام بدفع الأقساط بالجمهور هالعام؟ للحقيقة نحن بمدرسة الجمهور لهلأ يعني بعتنا للأهل بس دفعتين من القسط، وبعد في دفعة. بالدفعتين، أول دفعتين في يعني في بحدود 6 مليار ليرة ما اندفعت. وبدي أقول لك بصراحة بالوضع اللي نحن عايشينه، صدقيني إنه ما إلي عين أبعت الدفعة الثالثة، علما انه نحن ملتزمين تجاه الاساتذه انه ما ننقص ولا ليره من معاشاتهم من هلا لايلول. وهي الحقيقه، يعني نحن ممكن الخساره الماليه توصل بالمدرسه بين 15 و16 مليار ليره. نعم للأسف. شو قادرين يعني بشوف، هل عندكم خطة عمل تعملوها للي منهم قادرين يأمنوا الأقساط؟ نحن عندنا بالمدرسة سياسة تعاضدية كتير كبيرة، وهذه السياسة من زمان وجاي. وما بخفي عليك لما شفنا الوضع الاقتصادي كيف عم يتراجع بلبنان، خاصة بعد القانون 46 اللي عطى زودات مش مدروسة، عرفنا انه واصلين لوضع كتير صعب. وانا شخصيا كتبت وحتى طلعت على الاعلام وقلت انه نحن جاي علينا ايام صعبة، وحتى نعم يعني النظام التربوي بلبنان بخطر. نعم جربنا ناخذ احتياطاتنا، وجربنا نقوي حملات الدعم، وكثرنا السفر تنطلب من القدامى اللي هن مجموعه كثير ناشطه بعده بلدان بالعالم تيساعدونا. بس ما بخفي عليك ما متوقع تكون الصدمه هالقد قويه بسنه واحده. بصراحه مدام داليا، ما بفتكر فينا نحمل سنه مثل هالسنه بصراحه. يعني نعم يعني عم نعتبر من المدارس المفروض انه عندنا يكون عندها يعني عندنا دعم دولي، وبقول بصراحه هيدي السنه اذا انعادت علينا نحن ما رح نقدر نكمل. نعم، قد ايه نسبة التراجع؟ ما رح نقدر نكمل، بشو ما رح نقدر نكمل؟ بالتعليم يعني، إذا مدرسة سيدة الجمهور عم بتقول ما رح نقدر نكمل إذا انعادت علينا، يعني شو عم بتخبرنا؟ لما قلت هالكلام بشهر ايلول 2017، الناس فكروني عم بالغ، والناس قالوا لي ليش ابونا عم تحكي هيك. اليوم نحن وصلنا لها، ونحن انا عم بحكي لانه عندي معرفه بالمجموعات الكبيره بالمدارس الكاثوليكيه وبغير المدارس الكاثوليكيه. بصراحه بقول لك انه اليوم في مدارس ما بعرف كيف بدها تكمل السنه، ومش عم بحكي عن مدارس صغيره، ما بعرف ليل المدارس اللي قادرة تكمل السنة بشي من الريحة قليل جدا. مشان هيك أنا عم بستغل يعني وجودي مع حضرتك وبهالبرنامج بس توصل الصوت إنه التعليم بلبنان، التربية بلبنان فعلا في خطر. نعم نعم للأسف. قد إيه نسبة التراجع بالتسجيل كانت قبل الكورونا أبونا؟ بصراحة بقول لك إنه مدرسة الجمهور ما بتعاني، يعني نحن حالة شوي خاصة، ما بتعاني من قلة التسجيل. نحن عندنا طلب دائما بفوق يعني إمكانياتنا، مش هون النقطة. بس السنة لاحظنا بسبب، بتعرفي هالسنة هي سنة الضربات العشرة تقريبا، يعني من بدايتها لليوم ضربة ولا ضربة. أول مرة منحس بتراجع القدرة عند الناس إنها تدفع الأقساط. هيدي ما مر علينا سنة بهالصعوبة أبدا. للأسف لا بالحرب ولا بسنين التهجير ولا بأي شيء يعني. لا نعم لا نعم للأسف. جمهور متحمسة لترجع تفتح أبوابها؟ والله جمهور دائما متحمسة، وأنا بدي أستغل وجودي مع حضرتك تأبعت يعني بريئة أمل للجميع. الناس بيعرفوا من المداخلات العديدة اللي قمنا فيها أنه نحن عم نقاوم تربويا، بدنا نستعمل كل الوسائل وكل القدرة اللي عنا إياها وكل العلاقات وكل الاتصالات المحلية والدولية تنكمل. لأنه بتعرفي مدرسة مثل الجمهور هي رمز من رموز لبنان بمجال التربية، وإذا الجمهور سقطت أو ما قدرت تكمل، يعني في يقول لك إنه معظم المدارس في لبنان ما بتكمل.
نعم، شو الخطوات اللي بتحضروا لها هلا إذا بدكم تفتحوا أبوابكم؟ وهل في عندكم كمان شروط معينة رح تتبعوها من خلال التباعد الاجتماعي؟ أول شيء مثل كل الناس نحن رح نرجع نعمل يعني حملات، بدي أقول تعقيم وتنظيف وكل هالأشياء، وعلمتنا الأزمة إنه نتعامل مع شركات متخصصة يعني بهالأمور. هيدي أول خطوة، بس هل هيدا رح يكون كافي؟ لو بدنا نعقم المدرسة مثل غرفة عمليات ما رح يكون كافي، لأنه التلاميذ بده يكونوا باختلاط داخلي وخارجي وكل الوقت، وفي موضوع الأوتوكار وفي موضوع إنه قاعدين مع بعضهم. هيدا الموضوع أنا بتقديري كتير صعب، وبفتكر اليوم بيان لجنة الأهل بيعبر شوي عن الانزعاج من عودة التلاميذ، لأنه مثل ما واضح نعم، إذا عندي كلية اليوم بالمدرسة رح يكون عندك نفس الفعل، ردة الفعل، يعني الناس خايفة تبعت أولادها. لو قد ما بده يكون تحضيراتنا قوية رح يكون نسبة الخطر عالية، إلا رح أقولها إذا عشنا جمعتين أو ثلاثة مع صفر حالات كورونا جديدة، إيه ساعتها فينا نرجع شوي نطمن، بس أنا مش شايف هيك رح يكون الوضع. يعني مبارب بقول انه حضرتك يعني ما رح تاخذوا القرار متسرع الا لحتى تكونوا مطمئنين صحيا على كل التفاصيل بالحالات لتقدر تفوت بهيدي التجربه مع كل ما يتبعها من تفاصيل صغيره. حضرتك بتعرفي انه يمكن نحن من المدافعين عن التربيه حتى لدرجه التطرف بلبنان، بس في شيء اهم من التربيه هي الحياه. يعني ما حدا بيقبل انه يعرض حياه اولاده، وبدي اقول كمان حتى يعرض حياه الموظفين والمدرسين للخطر. واذا ما تاكدنا انه ما في خطر على اهل هالمدرسه مش مستعدين نفتح المدرسه، ورح نكمل بالتعليم عن بعد قد ما بنقدر، وطبعا مع امكانيات لبنان القليله ومع مشاكل الانترنت اللي ما في داعي نتوسع فيها اليوم. نعم، كيف كانت تجربة التعليم؟ كيف بتقيمها التعليم عن بعد؟ بدي اقول لك شغله، انا عكس شوي عكس لجنه الاهل، انا بقول الخبره اكثر من ممتازه، وكان لازم تجي الكورونا على لبنان لنقدر انه صار الوقت هلا نطور هالخدمه، خدمه التعليم عن بعد. هلا المشكله الاساسيه بالتعليم عن بعد انه الكونكشن، الاتصال بالانترنت منه دائما مستقر ومنه قوي بلبنان، ولكن لو عندنا الاتصال منيح بلبنان بيبقى انه في هالتعاطي اليومي، في العلاقه بالصف، هيدي يعني ما فيك تأمنيها بالخدمة عن بعد. بس لازم أقول ما فيك تتصوري، أنا كنت بحب مري على البرنامج عندكم قديش في جدية من قبل الأساتذة جميعا بإعطاء هالحصص عن بعد، واللي هي عم تاخد عدة أشكال، ودرجة التزام التلاميذ عالية جدا. لازم أقول إنه التلاميذ حابين يرجعوا على المدرسة بأقرب وقت، لأنه هيدي برقة الأمل لإلهم. نعم، عندك كتير هيك فخر من كمان الطلاب والأهالي والأساتذة، عم توصل هيك مساجات انه هن بيفتخروا انه هن بارت من عائلة الجمهور، ان كان كقدامى او كأساتذة او كأهالي. بقى حبيت وصل الصوت واسألك السؤال الأخير، يعني عملت مثل هيك صدمة، في كمان عم يتناقلوها انه ما فينا نكمل كمدارس هيك اذا بقي الوضع هيك، وعم تحكي من 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 اعرق المدارس في لبنان. سيدة الجمهور، برأيك المدارس في السنوات المقبلة، هلأ يمكن نقطع القطوع إن شاء الله نقطعه، بس نحن إذا بقي الدولار هيك هالمدارس كيف بدها تسعر؟ هيدا علم، بس كيف بدك تسعر؟ على تسعيرة جديدة، على تسعيرة قديمة؟ شو بدك تعمل بالأقساط؟ شو بدك تعمل أهالي بالقرطاسية بهيك وضع؟ هل بلشتوا تفكروا جديا بهيدا الشيء نحن مبارك؟ بصراحة نحن عم نفكر ل15 سنة لقدام ومش لبكره، نحن هممنا العام الدراسي السنة الجاي. بس تقول الحقيقة انه الهم الأساسي بالمدارس أو العبء الأساسي هو المعاشات تبع الأساتذة، ومعاشات الأساتذة ما رح تتغير بالوضع اللي نحن فيه. ولازم أقول أنه الأساتذة خسروا 60 ل 70% من قيمة معاشاتهم مع فورة الدولار،
نعم يعني ما بفتكر انه في عبء مالي من هالناحيه، بس العبء من جهه تانية صحيح انه المعاشات ثابته بالليره اللبنانيه، بس المشكله من جهه تانية انه قسم كبير من الاهل يا خف شغله يا ضاع شغله على الاخر، وهيدا اللي ما بعرف، يعني انا ماني نابتة اعرف كيف بدها تتطور الامور، بس برجع بقول بوصل يعني نداء للجميع، بدنا نضل نقاوم بالتربيه لاخر تكه، لانه نهار اللي بتنتهي التربية بلبنان انتهى لبنان. نحن نعم ما بنشوف لبنان إلا من خلال التربية. طبعا، وهيدي الثروه اللي كلنا بنقول لاولادنا ما ورطتهم شيء الا علماتهم، أبدا يعني حتى يعني هيدي اللي كنا كلنا ربينا عليها، وخصوصا الاهالي ذوي المعاش المتوسط والمحدود، كان عندهم بس انه لا بدي اعلمهم لانه ما لح فيي اعطيهم شيء ثاني. للاسف نحن قدام منعطف كثير خطير. اخر كلمه شو بتقول لوزير التربيه حضرتك اليوم، او للاهالي ولا الأساتذة، ماذا تطلب من وزارة التربية في هذا الظرف؟ ماذا تطلب من الأهالي؟ ماذا تطلب من الأساتذة؟ عندي تمني على وزارة التربية، مع انه ما إلي حق فيه لانه انا ما بتدخل بقرار دولي وبنحترم قرار الحكومة بهالملف، ولكن عندي تمني ما ينعمل الغلطة اللي عم تنعمل بكل بلدان العالم ان كان بأوروبا ولا بأمريكا، ويحددوا تواريخ، لانه لازم كلنا نتواضع ونقول كورونا ما حدا له سيطرة عليها، ونحن مش عارفين كيف بدها تكون الموجة الثانية والثالثة والرابعة وقديه بدها تضل. بقى بتمنى على وزارة التربية تدرس كتير منيح القرارات قبل ما تعملنا. بالمقابل أنا بفهم إنه وزير التربية مضطر يعطي بعض القرارات ليخلي التلاميذ عم يشتغلوا، هيدا مسألة طبيعية وإله منا كل الاحترام. للأهل بدي أقول وللأساتذة بدي أحكي، للأهل وللأساتذة ولا إداريتنا إدارات المدارس معا، نحن إذا اليوم بهالأزمة ما منتضامن، وانا بعرف انه التضامن منه اقوى شيء عند اللبنانيه، اذا ما منتضامن سوا ومنتقاسم الخسائر سوا على انه اللي عنده قدره يتحمل اكثر من غيره بيتحمل اكثر من غيره، مستقبل المدارس كلها بلبنان بخطر. انا بدعي الاساتذه يكملوا بشغلهم مثل ما عم يعملوا لانه عم يعملوا شغل ممتاز، وبدعي الاهل يضلوا مكملين بروحهم الايجابيه، لانه الاهل بمدرسه الجمهور عارفين شو عم بيصير، وانا بدي استغل الفرصه واشكرهم، وبدي اقول للتلاميذ نحن عم نعمل الحرب عنهم ورح نضل نعملها لاخر نفس تنامن لهم مستوى تعليمي. بتعرفي انه مستوى التعليمي بمدرستنا هو من الافضل في يقول بالعالم، والأرقام الدولية بتثبتها، وتلاميذنا المرشرشين بأفضل جامعات العالم اليوم بيثبتوا إنه هيدي هي ثروتنا الحقيقية. نعم، أنا من خلالك بدي أتوجه كمان لقدامى الجمهور على دعمهم لحملة اسطوح بيروت وعلى وقوفهم بكل أزمة ومنعطف، حد كل الناس اللي ممكن تطلق أي حملة إنسانية، وبشكر حضورك على أمل إنه يكون عندنا لقاء مفصل، لأن بين كل كلمة وكلمة وفعل وفعل من بيرباتور فيك تعمل موضوع كتير كبير، وإنك توصل فيه إلى صرخة وطنية جامعة. شكرا جزيلا على هذه المداخلة. كل الشكر سيد داليا، والشكر لضيوفي لمعدي البرنامج وللمشاهدين طبعا. ميرسي، شكرا، إلى لقاء قريب. Thank you.